مو محمد. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله عليكم وبركاته. السلام ورحمه الله اتفضلي. وبركاته. انا كنت مستعزه اشيل الدكتور فائز. اتفضلي. خير يا رب. دلوقتي جوزي اصلا دخل عليا بكل حاجه، في مشاعره وفي احاساسه، ودخل معايا على برضه لعياله، ما بيتكلمش مع عياله. حضرتك متجوزه بقالك قد ايه يا محمد؟ 21 سنه. طب هو ده هو طول عمره كده ولا ده جديد ولا ايه؟ كان الاول كده، وكنا المرحله بتعدي، وكان العيال ملاحيني بقى ان هم صغيرين، انا بربيهم لوحدي. هو بيحسبني ان انا مثلا، هو بيحسب ان الحياه مد فلوس بس. هو ده طبعه يعني، هو طبيعه شخصيته. لا مش طبعه كده. امال ايه؟ هو اتجوز عليا واتجوز عليا وكان بيكلم اللي كان بيتجوزها ديت بطريقه تانية خالص انا ما اعرفهاش خالص عنه. وانت كنت بتسمعيه؟ نعم. كنت بتسمعيه؟ كنت بسمعه، ما هي كانت بتبقى قاعده معايا. لا يعني ايه قاعده معاكي؟ كانت قاعده معايا في بيتي. يعني انت كنت عارفه ان هو اتجوز وجابها عاشت معاكي؟ اه. فانتوا كنتوا عايشين كلكم مع بعض؟ ايوه. كان بيعاملها بغير غيري خالص، اكني انا مش انثى زيها. مع ان انا معايا 3 عيال، وابني في الجامعه، وبنتي في ثانويه، وابني الثاني في ابتدائي، بس ما فيش مشاعر. يكلم الناس بره بمشاعر وحب، وبيعمل نفسه بره كانه ايه، ان هو فين يعني، كانه حاجه عاليه قوي. يجي بيته ما بيتكلمش في اي حاجه. والزوجه الثانيه لسه موجوده؟ لا، الزوجه الثانيه مشيت، ما قدرتش تعيش. هو خدها على الفيس، كلمها من على الفيس، خدها، جوزت سنه وخدت بعضها ومشيت، مش من البلد بتاعتنا. مش عارفه اعمل معاه ايه. انا تعبت والله، تعبت جامد. ما فيش ولا كلام ولا فعل ولا اي حاجه، ولا رضا ولا اي حاجه. حتى لو هو سب لي ولعني وضربني وعملني، وفي الاخر برضه ما فيش. انا برضه اللي بتنازل، وانا اللي بصالح، وانا اللي بجادل. أم دلوقتي خلاص بقى احس ان انا كبرت، نفسي بقى في عاطفه وحنان وحب، وهما ما بيستقبلش كلامي برضا. مش عارفه ليه، مش عارفه. مع ان يعني لو ما فيش حب يبقى في عشره، بس مش موجوده برضه العشره حتى مع عياله. طب لو انا مكروهه، عياله ليه مكروهين؟ برضه بيعملهم وحش؟ بيعملوا بكل قسوه. وفلوس الماديات مش هقول لك بيكفينا. هو بيرميني قرشين وتسفلي وخبطي راسك بأتخن حيطه بقى، انت تصرفي زي ما انت عاوزه. طب هي العلاقه يعني بقى فيها مشكله او باظت بينكم من امتى؟ لا، انا حاسه ان انا ضايعه، مش لاقي حاجه. من قد ايه؟ حاسه ان هو بيجي يخش يقعد ياكل اللقمه يمشي يروح، وبيكلم ناس كتير على الفيس عليا. هو عنده كام سنه يا محمد؟ عنده 49 سنه. طب انتوا العلاقه بينكم وبين بعض باظت من بعد موضوع جوازه، ولا من قبلها وفي مشاكل بينكم وبين بعض؟ هي يعني هي الحياه يعني، هي كانت متلصمه وخلاص، وبنقول يلا نعيش وخلاص. طب انت انشغلتي بالولاد؟ انا خدت بالي ان انت قلتي. والله لا، صدقيني لا، قلتي انا كنت مشغوله بالعيال لا، بس بالرغم ان انا كنت كده، والله كنت مهتميه بنفسي وبشكلي وبكل حاجه، ونضيفه في نفسي ونضيفه في بيتي ونضيفه وكل حاجه. كنت كل حاجه اللي بتقولوا عليها، اعملي البسي، اعملي سوي لجوزك، مش عارفه، كل ده ما يعمل. طيب حاضر. دموعها غالية جدا، بس أنا عادة ما تعودتش إن أنا أجاوب من غير ما أسمع الطرف التاني. أه طبعا. فخلينا نفترض إن كلام أم محمد كله كان كلام مظبوط وجيد، وزي ما أنت حاولتي تلفتي نظرها، ربما تكون انشغلتي، ربما يكون الأولاد خدوكي، هي شايفة لأ، كانت على طول الخط، كانت بتفعل المظبوط. طبعا. بس هو ممكن يكون المظبوط ده من وجهة نظرها يا دكتور. بص، ما أنا عارف، ما أنا عشان كده بقول، ما أنا عشان هي بتعتقد إن هي بتفعل المظبوط. اللي انا عايز اقول عليه ايه يا ست محمد، في ناس رجاله احنا بنسميهم ان هم اللي عندهم السمات السايكوباتيه، يعني السمات السايكوباتيه ديت بتستدعي ان هو لما بيكون متذمر من حياه ما بيعرفش يفصح عنها الى ان تتجدد حياته او يجد مكانه اخرى، مثلا زي اللي بيغتني فجاه كده، فاول ما بينقلب على القديم ويسخر منه ويبعد عنه ويعامله بعنف. هنفترض ان هو من هذا النوع، انت بقى عليك انك تحددي انت عايزه ايه. انت عايزه قادره تستحملي او مش قادره، او مش قادره تستحملي، لان دايما الاختيار موجود ومتاح للانسان في كل الاحوال. لكن انك انت تقعدي وتبكي، دموعك صعبه علينا جدا، وهتاثري في حق نفسك وفي حق اولادك. صحيح.